على الاخر عشان تلحق ان هي تستوي في الفرن معايا هعمل بطاطا بالبشاميل. وصفه للبطاطا حلوه قوي، طعمها بيبقى جميل جدا جدا جدا. المقادير بتاعتي هستعمل 2 كيلو بطاطا مسلوقه ومهروسه. ممكن اسلق البطاطا في ميه عادي زي البطاطس، ممكن احطها في الفرن تتشوي، ممكن اعملها زي ما بيعملوها على البخار كان امهاتنا زمان، فممكن تسويها باي طريقه انت عايزاها. المهم يبقى عندي في الاخر 2 كيلو بطاطا متقشره ومهروسه، مستويه طبعا ومهروسه. اوكي، هستعمل معلقه زبده، نص كوبايه سكر، او حسب الذوق. لو البطاطا مسكره قوي مش هينفع ان انا استعمل سكر كتير، لو البطاطا سكرها قليل هتحطي سكر لغايه لما تحسي ان انت خلاص ساتسفاي بالموضوع. وهستعمل نص كوبايه لبن حليب. اوكي، يبقى 2 كيلو بطاطا مسلوقه مهروسه، معلقه زبده، نص كوبايه سكر او حسب الرغبه، ونص كوبايه لبن حليب. الطبقه العليا بتاعتي او اللي هي البشاميل بتاعي هعمله من 3 كوبايات حليب، كوبايه كريمه، 5 معالق كبيره مليانه نشا، 3 معالق سكر. مش هكتر السكر فيه لان انا هحط سكر بني على الوش، خلاص؟ فانا مش هكتر السكر في طبقه البشاميل، يعني تدوقيها تحسي ان هي دلع. مقادير طبقه البشاميل تاني او الطبقه الفوقانيه، 3 كوبايات حليب، كوبايه كريمه، 5 معالق كبيره مليانه نشا، 3 معالق سكر. الحشوه بتاعتي هحط لها مكسرات مجروشه، عايزه تحطي زبيب، تحطي جوز هند، اللي انت عايزاه. وهستعمل 3 ارباع كوبايه سكر بني للوش، احطه على الوش عشان يتكرمل ويبقى زي الكروكان كده على البطاطا. خلاص هنبتدي نشتغل في الوصفه بتاعتنا. ادي البطاطا اللي انا هرساها، هحط معاها الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط السكر زي ما قلنا، البطاطا حسب سكرها. هي الايام دي مبقتش مسكره زي الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي اللبن وهقلبها كويس، الزبده طبعا تبقى طريه علشان تدوب معايا كده اهو. وبعد كده هكون مجهزه طاجن او بايركس او صينيه او اي حاجه انت عايزه تعملي فيها، وهتحطي البطاطا دي فيها، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بدوب الزبده بس اهي، عماله تجري اهي. وهجيب المكسرات المجروشه بتاعتي احطها عليها، اي نوع بقى مكسرات انت عايزاه، عايزه تحطي زبيب وجوز هند بس اللي انت عايزاه، عايزه تحطي سوداني اللي انت عايزاه، بس تبقى خشنه. هاجي بقى اعمل الطبقه اللي فوق. ادي اللبن بتاعي انا سخنته عشان السرعه، فهعمل ايه، هدوب النشا في الكريمه عشان الكريمه، بس احنا هنحتاج بوله اكبر. الكريمه بارده عندي فهدوب فيها النشا. لان انا مسخنه اللبن عشان اخلص بسرعه ويغلي معايا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ممكن تغيري الكريمه بلبن، يعني لو مش عايزه تحطي كريمه ممكن تحطي كوبايه لبن، مش لازم الكريمه. يعني اللي مش عايزها بكريمه يحط لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ادوب النشا هحطه على اللبن اللي انا سخنته، وهحطه مع السكر. قلنا مش هنكتر السكر لان هيبقى فيه سكر تاني على الوش، ما تبقاش بقى سكرها اوفر. وكده اهو يغلي لغايه لما يغلي. بقى احنا هنقول مقادير الوصفه التانيه. هنعمل دلوقتي احنا رز مقلي، رز تشاينيز مقلي بالجمبري. انا بس انا هستعمل الجمبري الصغير قوي. ليه؟ علشان انا ممكن استعمل الرز ده
مع اي نوع سمك، يعني مش لازم اعمله مع الاكل الصيني، انا ممكن استعمله مع السمك العادي بتاعنا. فعلشان كده غيرت شويه فيه بحيث يناسب الذوق عندنا، يعني ينفع ان انا اعمله جنب اي وصفه سمك انا عاملاه. خلاص هقول المقادير بتاعتي بتاعت الرز. كوبايه ونص رز بسمتي مسلوق او رز ياسمين اللي تلاقيه، رز بسمتي او رز او رز ياسمين. رز الياسمين ده بيبقى رز ليه نكهه وريحه كده، ريحه عطريه، فبستعمل كوبايه ونص منه. بسلقهم زي ما بسلق المكرونه، بس ما بخليهاش تتهري، بخلي الرز ماسك نفسه عشان لما اجي اقلبه ما يتهريش معايا. هستعمل حبتين بصل اخضر مفرومين طبعا، 300 جرام جمبري صغير، وهستعمل 5 فصوص ثوم، معلقتين صويا صوص، بيضايه مضروبه ودي اختياري، يعني عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه لان انا متهيالي اغلب المصريين مش هياكلوا مع السمك العادي رز فيه بيضه، بس طبعا لو احنا هنعمل اكل تشاينيز او اكل صيني يعني هنحط البيضايه دي. خلاص هستعمل معلقتين او 3 زيت سمسم، هستعمل بصله كبيره مفرومه، هستعمل كوبايه بسله بالجزر، يا ريت يكونوا مجمدين، وهستعمل نص كوبايه ذره. ليه مجمدين؟ علشان يستووا معاكي بسرعه. ادي البشاميل بتاعي بتاع البطاطا، اهي او الكريمه بتاعتي، بصوا اهي بقت حلوه. هاي بقى احطها على الوش، انا ما استعملتش دقيق فيها، خدوا بالكم استعملت نشا، بيبقى طعمه في الكريمات او الصوصات البيضة الحلوه النشا احلى. بسم الله الرحمن الرحيم، واجي احطه على الوش. يا مدام فيفي. الو الو، صباح الخير. صباح النور، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. سلم ايدك يا ايه على كل حاجه بتعمليها، الله ما شاء الله عليك. ميرسي حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. الحاجه ما شاء الله يعني بتقدميها بشكل ورونق جديد خالص، وحاجه يعني ما شاء الله عليكي. ميرسي حبيبه قلبي، ابداعي يعني ما شاء الله. الله يخليك. المطبخ بقى فيه كده حاجه سبيشال قوي، حاجه بروفيشنال متفوقه جدا في اداء ما شاء الله، السرعه والاداء والتكنيك والديكوريشن اللي بتتعمل، ربنا يحسن ما بين ايديك. الله يخليكي حبيبه قلبي، تسلمي. كنت طالبه من حضرتك عمل شويه بسكوتات مملحه، اوكي، يعني وطرطات كده في الايام اللي جايه، طبعا الحاجات دي تبقى خفيفه. لا لعلمك احنا عملنا بسكوتات مملحه كتير، بس هعمل لك، انا عندي لسه وصفات كتير حلوه قوي للبسكوتات المملحه. ويا ريت العزيزيه من فضلك اقول لك طريقه العزيزيه، احنا عملناها لسه قريب، فهقول لك الطريقه بتاعتها النهارده. خلاص، من عينيا الاثنين. العفو حبيبه قلبي، باي باي. دلوقتي بصوا انا حطيت الكريمه بتاعتي او البشاميل بتاعي او الصوص بتاعي، حطيته على البطاطا، حاجة احط السكر البني على الوش كده، بس مش هوصله، بصوا انا هعمله بايدي عشان اعرف ارشه كويس، مش هوصله للاخر، يعني انا هعمله دايره في النص اكتر، بيبقى شكلها احلى كده. وبدخله الفرن يغلي كويس، وبعد كده وبشغله الشوايه، بس ما بتبقاش حاميه قوي علشان السكر ده يتحرق شويه ويبقى عامل زي الكروكون كده مقرمش. مش عايزه اقول لكم بيدي طعم جميل قد ايه. هتخش الفرن تغلي وفي نفس الوقت اشغلها، لو انت فرنك بيشتغل من فوق وتحت مع بعض شغلي الاثنين مع بعض، لو ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض هشغله لغايه لما الفرن من تحت، لغايه لما البطاطا تغلي كويس قوي هشغله الشوايه، ما تبقاش حاميه علشان السكر يتكرمل ما يتحرقش، يعني السكر يسيح ويبقى كروكون ما يتحرقش، عشان لو شوايه حاميه هلاقيه بقى اسود، ولو اسود هيمرر، فخدي بالك ان النار ما تبقاش عاليه قوي على الشوايه. ندخله في الفرن يا احمد. ميرسي.